خيال وخيلي في الحياة خيالي، أصرف عليه كيف مرتي وعيالي. وصاني أبويا وقلتها لابني كيف ما أبويا مرة قالهالي، لسانك حصانك، حصانك رفيق، يدلك في تهتك ونعم الصديق، يشيلك بوزنك ويحزن لحزنك، ويمشي بإذنك لآخر الطريق. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني شكرا على الاستضافه الجميله دي، وصلنا لقينا نفسنا في قلب الصعيد بالفعل. شرفت الصعيد. شرفت الصعيد. الله يخليك منور باهله. عم سعد وعم عباد، قالوا لنا انكم اكبر اثنين في المنطقه هنا، يعني فوارس للعبه المرمى. يعني احنا فوارس بس مش اكبر اثنين، يعني في مجال كتير. يعني احنا اكبر اثنين تمام، بس في ناس ثانيه برضه. مين اشهر ناس في المنطقه؟ والله كتير في المنطقه، يعني لو هجيب لك من القديم ولا من الجديد ولا من القدام. من القدام، من القدام. مثلا تسمع عن العمده ابو غداده، على مستوى المحافظه ومستوى العمده ابو غداده بعلو، العمده ابو غداده ده على مستوى المحافظات وعلى مستوى يعني ليه شهره، يعني تقدر تقولي ايه كان برستيج خالص. برستيج. طب ومين تعرفه انت يا عم عبيد برستيج؟ العمدة عامر برضه. يعني الاسامي اللي بتبقى مشهوره في المجال ده بيبقوا مشهورين. مشهورين بيتورثوا. ويتورثوا. ورثوا طبعا بكل واحد، يعني هتلقي العمدة وغدادي دي احفاد هنا قاعده معانا. فعلا. وهتلقي برضه احنا من لينا في الخيل لينا اصول بقى، يعني عن جدي عن كده، فتبقى الاموريه مش يعني درجات، مش بتتوارث. طيب. الاجيال. الاول هتشرحوا لي ايه هو اصلا المرماح ده؟ كتير المصروه ما يعرفوش مثلا المرماح ده ايه. اقول لك انا المرماح. المرماح ده عباره عن زي ما تشي مجال، بس بيكون اوسع من كده بكتير. مجال اللي هي المكان اللي احنا المكان اللي انت هترمح فيه الخيل، تمام؟ بيبقى فيه دعاوي على مستوى ونظام احتفالات برضه. احتفالات بيدعوا ان في احتفال في مرماح في المطعم الفلاني، بس في قريه الشيخيه. في مواسم مثلا، في موالد. في موالد، في موالد النبي. احنا عندنا في مولد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام احتفالات به برضه، وفي سيدي عبد الرحيم برضه، وفي الشيخ ثابت، وفي هنا عندنا هنا في الشيخيه الحاج علي. الحاج علي برضه. الحاج علي. ده في مشهورين، وفي إدفو. وفي إدفو كثير قوي. كل مطرح. ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ بيحصل كالاتي. بيبقى طبعا مواعيد، ليه مواعيد معينه في السنه، ليه مثلا موالد الحاج علي او مثلا الشيخ عبد الرحيم، بيبقى ليه في الشهر، في شهر معين. يعني احنا في الحاج علي بيبقى في شهر 5 بنبدا الاحتفالات بالدعاوي من كل المحافظات، مثلا من خارج المحافظه، مش بندعي ان احنا عندنا المولد في مثلا يوم 15/5 مثلا في مولد الحاج علي مثلا، وييجوا الناس من المحافظه، بتيجي الناس ونبدا الاحتفالات، وتبدا نحن في استقبال طبعا الضيوف، وتبقى العمليه وتبيتوا الناس دي بعيد تامه، بيات واكل وعاش وكله، يعني زي ما انت عارف. ده موضوع مكلف قوي يا عم سعد وعم عمي. كل حاجه ربنا يزيد يا رب يا رب. طيب يعني المسابقه عباره عن انت لو لاحظت هنا بيبقى اللي هم نظام تربيع مشالي رماحي. المشالي دي اللي هي اللي في الدايره. اللي في الدايره. لا، اللي في الدايره. ايوه. تقطيع بقى بيبقى ايه قدام الزمار، الزمار وبيدي النقوط للزمار. يعني النقوط مالوش علاقه بالفارس، ليه علاقه بالموسيقي. ليه علاقه بالموسيقي، دي تبقى يعني ايه؟ عشان يراعينا في الموسيقى. وكل واحد كل واحد يعني وجهد، يعني مش مالهاش محدد، يعني مالهاش محدد. بس مالهاش دعوه بقيمه الفارس النقطه اللي انا بقولها. لا لا لا، مالهاش دعوه بقيمه الفارس. فدي الزفه يخشوا بيها وينقطوا الناس. وبعد كده هو تبتدي بقى المسابقات. حد يكسب وحد يخسر ولا هي كده؟ لا، هو بيبقى عباره عن حاجات ترفيهيه. استعراض للمهارة. استعراض للمهارة. كل واحد بيبقى ليه، يعني بتبقى ليه جمهور. كل واحد جمهور بيجي يشوف مهارته ايه، ويعني برستيجه يعني. وفي الوقت ده بيتمن حق الحصان اللي انت راكباه. القيمه برضو في الحصان. في الحصان. مره كل قد ايه بتعملوا الموضوع ده كبير المولد ده؟ هو شوف السنه ممكن تعمل كتير جوه. من كام يوم قبل رمضان بالظبط، كان في الشيخ ثابت هنا في جوفت. خدنا 3 أيام رماح. 3 أيام. 3 أيام. قبليه كان سيدي عبد الرحيم في جنيه. برضو خدنا. وتسافروا. تسافر. وزي ما انتوا بتيجوا تضيفوا الناس، انت بقى تروح عندهم تضيف. طب انا سمعت ان الفرسان لما الحصان يموت ياخد فيه عزم. والله ده انا زي ما قلت لك. لا، في انا خدت عزم. في حصان. في حصان. وسمعت كمان ان لو فارس توفاه الله يسودوا قرط الحصان حزنا على الخير. فعلا كده؟
لا وفي حصان، حصان بياخد ثلاث ايام زعلان حتى اكل ما بياكلش على صاحب، على صاحب الحصان على صاحب. آه. انت شرحت لي قصه المشالي وهي هم في الدايره. تمام. وشرحت لي شويه حاجات تانية بيعملوها، وانا بقى بذاكر شويه عن الحلقه. قالوا في، سمعت ان في حاجه اسمها طارد ومطرود، اشكال مختلفه في الحركه الفوارس بيعملوها. هو في المشالي نفسه بيبقى في اثنين داخلين مع بعض، هم بيتفقوا مع بعض ينزلوا مع بعض، كل واحد بيستعرض مهارته. تمام. بيعرض المهاره بتاعته. احيانا بيبقى واقف اللي هو يعتبر ايه، اللي هو ماسك المجال، اللي بينظم المجال، بيبقى واقف مش حكم، مجرد منظم. مش حكم. لا مش حكم، منظم. بيبقى واقف عينه على الاثنين عشان ما يوصلوش لجريه ايه، انهم يحتكوا ببعض، يقربوا من بعض. اول ما يحسوا ان هم كده خلاص هيوصلوا للمرحله دي، هو يخش بقى ايه، هو ممكن واحد دمه يحمى على الثاني واحنا بنعمل كده؟ لا لا ما يحماش، لان هم اصلا بيختاروا بعض بره. هم متفقين. متفقين. بس برضه مع بعض الشغل ممكن بيسخروا، كل واحد بيدي مجال الاثنين الثاني يخشوا. يسحب الاثنين دول ويدخل الاثنين. زي ايه؟ تغيير يعني. ايوه، هي حق استعراضي. بس هو لو سافوا مع بعض هيقعد الشعر مع بعض لحد ما يوصل الاشتباك. مش في اي اشتباك، هو اشتباك هيبقى حراري يعني كده، العمليه اشتغلت بعديها. بس ده الجمال في اللعبه دي. ما الجمال في اللعبه ما وصلش طبعا. طيب كل واحد فيكم وانتوا يعني فارس كبير، ليك يعني ستايل معين، ليك اسلوب معين؟ يعني لو انا مش شايفه وشك اعرف ان ده عم عبيد ولا ده عم سعد فوق الحصان؟ في المجال. في المجال. انت بتعمل ايه مختلف مثلا؟ انا اول حاجه لفه العمه دي. لفه العمه يبان ان ده ونفس المؤاخذه الحصان اللي انا راكبه. مختلف. مختلف. وانت يا عم سعد؟ انا والله لما باجي اخش على الزمار برفع له الزانه كده بقول له اصحى انا جاي لك، بفيجه يعني عشان يصحصح معانا. خلي بالك كده على الزمار. لكن وانت راكب الحصان لو حد خبير زيك ما يقولش ده عم عبيد ده عم سعد من بعيد كده؟ لا يقول، يقول من بعيد. هو لانه معروف. وانتوا بتشتغلوا ايه في غير ده؟ اي حاجه. اي حاجه. لا يعني مزارع، تاجر، بتعمل ايه غير كده؟ الاثنين. يعني دي الهوايه تكاد تكون مهنه لكن هي الهوايه بتاعتك. لا ده هوايه. هوايه، احنا عندنا هوايه. احلى هوايه. الشيخية قرية كانت بتتبع مديرية إنا من عهد شيخ العرب همام حاكم الصعيد، وفي سنة 1815 انفصلت الشيخية وأصبحت تابعة لمركز إفت. دفاتر تعداد النفوس ذكرت ناحية الشيخية أيام محمد علي باشا، وقالت الدفاتر إن فيها 11 عالم مسجلين. في الفترة دي كان عدد كبير، منهم الشيخ أحمد حسين غراب والشيخ محمد حسن أول مأذون في الناحية. في الشيخية برضو أقدم المقامات، منهم الحج علي والشيخ محمد الجالس، وخرج منها أشهر الخيالة زي العمدة بغدادي عبد الله والحج شحات أبو علي. وفن التحطيب تسمع أسامي كبيرة زي الحج أحمد عبد الكريم نوفل وعبد المولى الدالي وغيرهم من الفوارس والمحطبين. أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك، ولو إن إحنا اللي ضيوف عندكم. لا مش ضيوف، أنت صاحبات مكان. القرية اسمها إيه هنا؟ قرية اسمها قرية الشيخية، وسميت إلى الشيخية نسبة إلى تجمع مشايخ القبائل اللي كانت تذهب إلى حج عن طريق ميناء القصير. في مشايخ كتير. في مشايخ كتير. في الحتة دي. حضرتك مدرس صح؟ مدرس لغة فرنسية. مدرس فرنساوي. في أي مدرسة؟ أنا في مدرسة قفط الثانوية المشتركة. قفط. وقفط دي مدينة فرعونية. مدينة فرعونية. اسمها قبطس. قبطس. ومن هنا اسم قبطي. قبطي. قبط. حضرتك كمان باحث في التاريخ. باحث في التراث وفي التاريخ. هتنفعني بقى جدا. الله يباركنا فيك والله. مين اشهر عائلات في موضوع الخياله ده؟ اشهر عائلات. الرماح. اشهر عائلات في القريه عندنا كذا اسره. عندنا اسره ال علي وعبد الرسول. ال علي وعبد الرسول. وكان مني عمده القريه، وكان واخد اجازه من مركز الفروسيه في اسيوط، وكان عمده سنه 1934. ده من اقدم من بقى الملكية. الرماح. وبعدين وكان بيقيم على مود السيد عبد الرحيم، يعني هو اللي كان يفتتح المولد بتاع السيد عبد الرحيم مع واحد من حمادات قبيله حمادات اسمه مسعود الحميد. ومهم ان حد يجي من القبيله دي وحد يجي من القبيله دي فيبقى طبعا.
طبعا برستيج زي ما قال. وكان حكمدار مدينه قنا كان اسمه عبد الحكيم حلمي بك، كان يحب يتفرج على عمده بغدادي هو بايه بالحصان بتاعه. مين عوائل ثانيه اساميهم تحضرها في اسره ثاني؟ واحد اسمه شحات علي حسنين. شحات علي حسنين من اسره ال حسنين عناب، وهو كان برضه في فتره الملكيه. وكان في سباق في الاقصر، واحد من الخليج كان سري بياغي يعمل فرز للخيل العربيه الاصيله، فكان عامل مسابقه 10 جنيه، الكلام ده في الاربعينات. تلاقيه مبلغ. فكان مبلغ كبير، فهو خد المركز الاول في الخيل. فعلا. وزمان بقى كان في خيل عربي، لان دلوقتي في خيل مصري بس. خيل مهجن دلوقتي. هجين. هجين. حد معاه حصان عربي يهجن. ايوه. ايه اكتر حاجه انت ميال ليها؟ انت مش فارس، ما بتمارسش اللعبه. لا لا. انت راجل مدرس وباحث. انا ايه اكتر حاجه بتحبها فيه؟ انا بحب في الخيل انه بيعمل تجمع لجميع العائلات. ونحن قرية واحدة تجمعنا أواصر المودة والمحبة، يعني كلنا عيلة واحدة تحت مسمى قرية الشيخين. فدي كل شيء اللي شايفاهم دول جميع العائلات، ما فيش عيلة تخلو من الثانية إلا بيننا وبينهم المودة والمحبة والأخوة. هو ده الحلو في ده. اللمة دي. والعزوة دي. الله يبارك لك. والموسم بتاع الخيل بيكون بعد موسم الحصاد أو أثناء الموالد. أثناء إيه الموالد؟ زي مولد السيد عبد الرحيم القنائي. بس موسم الحصاد عشان الناس بقى معاها فلوس تضايف وتصرف. وفي مكان، يبقى في مكان للمرماح، المرماح ده عايز مجال، المجال ده عايز سرعه خيل وعايز اماكن وعايز. فده في ايام الحصاد يكون موجود، لكن موجود ارض فاضيه. لكن الثاني كان يبقى فيه محصول او فيه تشوين محصول. او ميرسي يا استاذ احمد جدا جدا على هذا الحديث القصير لكن الممتع. الله يبارك لك. عيالكم علمتوهم المجال ده؟ والله هو تبقى بالوراثه في الدم. غير ما نعلمهم في الدم هم يحبوا يعني. انت مين ولادك؟ انا عندي محمد سعد ومحمود سعد. محمد سعد ومحمود سعد. وولادك انت مين يا عم؟ محمد واحمد وعبد الله. بتقول لي من دمهم يتعلموا، يعني العيل قد ايه كده لما يركب الحصان؟ هو من ست سنين. من ست سنين سبع سنين بنحطه على الحصان لحد ما يتعلم. يتعلم الخيل. فما فيش حاجه اسمها انت اتعلمت فين. انت لو من اسره كده هو بيطلع زي الجينات. اللعبه دي في دمكم مقصله قوي. بس هي مش لعبه بقى، دي كانها طريقه حياه. لا دي فروسيه، دي جابت لنا معارف من بره كتير قوي، يعني من مرسى مطروح، من كل مطرح، كل ناس من مكان. لكن قربتكم انتوا الاثنين لبعضكم طبعا. من كتر العلاقه اللي بينكم دي، الفنان عبد الله اللي هو دايما بيرسم الناس اصر ان هو يرسمكم مع بعض. فاحنا عندنا صوره هتقعدوا بقى تتخانقوا بالمرماح مين اللي هيحتفظ بيها في الاخر. هنتخانق عليها. مش هنتخانق عليها. والاستاذ عبيد هيكتب لي اهداء ليها عليها. طب يا حبيبي. وانت اللي هتديها له كده؟ هو هيكتب اهداء منه ليه؟ هتديها له يا عبيد؟ اهداء منه ليه؟ ما انا كده كده ساكن معاه. لا لا انتوا كده خلاص زيتكم في ايدكم خلاص. وريها في الكاميرا. كلك كلك وانت واقف كده. بس براحتك بكيفك بمزاجك. انتوا جمال. انا سعيده اني قضيت معاكم اليوم. الدنيا زي الفرس والعمر زي سباق، وكل قلبه اتقرص من لوعه الاشواق. سكة سفر بالطول وتبدي دول على دول، ربك أذن هتنول، ده لأن ربك شاء.